والله يا نحن أهالي مهاجرين مدينة بنغازي نفتقد للنجاشي، نفتقد للنجاشي الحبشة صراحة. هل تعلم أن يا أخي المساعدات التي تصل لأهالي طنفودة عن طريق البحر قد أقفلت في مدينة مطراتة؟ هل تعلم ذلك؟ هل تعلم أن المسؤول عن دعم مدينة مطراتة في الثورة وهو وصوله من مطراتة المسؤول الأول في الثورة 17 فبراير أنه مختصف له 4 أشهر؟ هل تعلم ذلك؟ نحن صراحة كلها تنهش فينا صراحة بأمانة. مثل مهاجرين بنغازي نعاني وعاني معاناة كبيرة جدا جدا جدا، نقطف ونحتقل على الهوية بمجرد أن نحن من بنغازي فنصنف عند التكفيرين والهابيين وما غير ذلك صراحة. نحن نعاني كمهاجرين مدينة بنغازي تمام. نعم.